السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نافل القحطاني. العد والأرقام شيء أساسي وفطري في حياتنا. خلوني أبدأ الفيديو بقصة قصيرة. أذكر يوم كان عمري 7 سنوات تقريبا، كنت دائما أتساءل، الحروف العربية 28 حرف والحروف الإنجليزية 26 حرف، لكن الأرقام ما لها عدد معين من الأرقام، يعني نقدر نقول 1000، 2000، مليون، مليونين، مليار، تريليون إلى آخره، ما فيه عدد معين من الأرقام نقدر نوقف عنده. وهذه الفكرة كانت فكرة غريبة، لأن وقتها تعرفت على ما لا نهاية، وبحكم صغر سني ما كنت أتوقع أن هذا الشيء ممكن، أن الأرقام ما لها نهاية. هذا الفيديو راح يتكلم عن أرقام كبيرة تحصل من أشياء بسيطة في حياتنا وأغلبنا ما يعرف عنها. كلنا نتعامل مع الأرقام بشكل يومي، لكن الأغلب ما يتعامل مع أرقام فوق 1000، وهذا الشيء يجعلنا نستصغر الأرقام الكبيرة، لأن 1000 من المليون أو المليار شيء بسيط جدا، ولو تقارن 1000 بالمال النهاية تقدر تقول 1000 يساوي 0. أنا متأكد أن أغلبكم سمع المليون والمليار والتريليون، لكن أغلبكم ما يدري إيش يجي بعد هذه الأرقام، وهذا الأمر بسيط وما راح يأثر في حياتنا، لأن أغلبنا ما راح يتعامل مع الأرقام اللي فوق التريليون، ولهذا السبب إحنا ما نقدر نتصور أرقام كبيرة جدا. في موسوعة جينيس للأرقام القياسية يحمل رجل اسمه جيرمي هاربر لأكبر رقم تم العد له. ففي عام 2007 استغرق جيرمي هاربر 89 يوم عشان يقدر يعد للرقم مليون. كان يصحى كل يوم ويقعد يعد 16 ساعة ويستغل الأوقات الباقية في الأكل والنوم فقط. 89 يوم هذه مسجلة بث مباشر وموجودة الآن على الإنترنت، والمقطع اللي راح تشوفونه بعد شوي هو اللحظة اللي وصل فيها للمليون. 1 مليون. وزي ما انتم شايفين استغرق جيرمي هاربر 89 يوم عشان يقدر يعد للمليون بس. خلوني اسالكم سؤال، اذا في شخص الان يبغى يحطم بالرقم القياسي حق جيرمي هاربر ويعد، خلونا نقول مثلا للمليار، كم تتوقعون راح ياخذ منه وقت؟ لو الشخص الشغوف هذا اللي يبغى يوصل للمليار سوى نفس طريقة جيرمي هاربر، اللي هو أنه يقعد 16 ساعة يعد ويستخدم الوقت الباقي للأكل وللنوم فقط، راح يأخذ منه 244 سنة عشان يعد للمليار. وأصلاً لو تفكر فيها، المليون ثانية تقريباً تساوي 12 يوم، لكن المليار ثانية تساوي 32 سنة. في معلومة تقول لك أنك لو أخذت بطاقة اللعب هذه المتكونة من 52 بطاقة ولخبطتها بأي طريقة، الترتيب اللي راح يطلع لك هو ترتيب مميز. الترتيب هذا مميز لأن ما في أحد في الكون وفي التاريخ قد طلع لنفس الترتيب هذا بالضبط، وأنا أقول مميز لأن الترتيب هذا ما قد عمره صار في التاريخ. الواحد يمكن يسأل ويقول يا نايف ليش الترتيب هذا مميز؟ ليش إحنا واثقين أن الترتيب هذا ما قد طلع في التاريخ؟ عشان أشرح ليش، خلونا نأخذ مراجعة بسيطة في الإحصاء وفي الاحتماليات. تخيلوا أن معنا 3 كرات مختلفة، كم عدد الترتيبات اللي ممكن تسويها بال3 كرات هذه؟ لو لعبت فيها شوي راح تلاحظ أن الترتيبات اللي ممكن تسويها هي 6 ترتيبات مختلفة. خلونا نشوف كيف ممكن نطلع ال6 ترتيبات هذه بطريقة حسابية. خلونا نستخدم 3 خانات بحيث أن كل خانة تستوعب كرة واحدة فقط. في الخانة الأولى احنا نقدر نحط كرة واحدة من أصل ال3 كرات الموجودة. خلونا نختار الكرة الخضراء. وفي الخانة الثانية نقدر نختار كرة واحدة بس من الكرتين الباقي، خلونا نختار الكرة الزرقاء. وفي الخانة الثالثة والأخيرة نقدر نختار كرة واحدة بس من الخيارات المتاحة لنا، وكذا يكون خلصنا ترتيب واحد. الترتيب هذا اللي أنتم تشوفونه الآن هو بالصدفة الترتيب الرابع، هذا ترتيب واحد بس من 6 ترتيبات الممكنة. الآن لو ضربنا 3 أرقام هذه راح يطلع الناتج 6. 3 ضرب 2 ضرب 1 هو نفسه مضروب 3. الآن لو عندنا N عدد من الكرات المختلفة، فعدد الاحتماليات اللي ممكن نسويها بالN كرات هذه هو مضروب الN. مثلا لو عندنا 4 كرات مختلفة، فعدد احتماليات الترتيبات اللي ممكن نسويها بال4 كرات هذه هو مضروب 4. ونفس الشيء لو عندنا 5 كرات مختلفة، فعدد الترتيبات اللي ممكن نسويها بال5 كرات هذه هو مضروب 5. الآن وبحكم معنا 52 بطاقة، نقدر نقول أن الاحتماليات الممكنة من ترتيب 52 بطاقة هذه راح يساوي مضروب 52. طبعا مضروب 52 هو رقم كبير جدا جدا جدا، لأن ناتجه راح يساوي 8.066 ضرب 10 أس 67.
يعني عدد الاحتماليات اللي ممكن ترتب فيها 52 بطاقة هو الرقم 8 وحط بعده 67 صفر. وهذا هو عدد الترتيبات المختلفة اللي تقدر تسويها من 52 بطاقة. اتفق العلماء أن عمر الكون يساوي 13.7 مليار سنة. خلونا نفترض أن هذا الرقم هو فعلا عمر الكون. طيب كم راح يساوي عمر الكون بالثواني؟ الناتج هو 4.32 ضرب 10^17 ثانية، أو الرقم 4 متبوع ب 17 صفر. طبعا عمر الكون بالثواني يعتبر رقم صغير جدا جدا مقارنة بعد الترتيبات اللي ممكن تسويها من 52 بطاقة. خلونا نفكر فيها بصورة ثانية. لو بديت تعد كل الترتيبات الممكنة ل 52 بطاقة هذه، واخذت لك ترتيب جديد كل ثانية من يوم بدأ الله خلق الكون إلى اليوم، راح يكون خلصت النسبة هذه فقط من عدد الإمكانيات اللي ممكن ترتب فيها 52 بطاقة. عشان كذا احنا نقدر نقوله بكل ثقة انك لو اخذت بطاقة اللعب 52 هذه ولخبطتها لخبطة كويسة، الترتيب هذا راح يكون ترتيب ما قد عمره صار في التاريخ. مضروب 52 رقم كبير جدا، وعشان نتصوره خلونا نفترض ان فيه مؤقت، والمؤقت هذا بدل ما يكون فيه ثانية او ثانيتين او ثلاث ثواني، خلونا نحط فيه مضروب 52 ثواني. ايش هي الاشياء اللي ممكن تسويها قبل ما ينتهي المؤقت هذا ويوصل للصفر؟ هذا هو المؤقت وعليه مضروب 52 ثانية. ابدأ المؤقت هذا وخذ لك أي نقطة على محور الكرة الأرضية، ووقف في نفس مكانك هذا لمدة مليار سنة. بعدين خذ خطوة واحدة بس للأمام، وانتظر مليار سنة ثانية، وخذ خطوة ثانية للأمام، وانتظر مليار سنة ثانية، واستمر على نفس هذه الطريقة إلى ما تخلص دورة كاملة على الكرة الأرضية. إذا خلصت دورة كاملة ووصلت إلى نفس المكان اللي بديت فيه، خذ لك نقطة واحدة بس من المحيط الهادي وحطها على جنب، وكرر هذا المشوار كله بسرعة خطوة واحدة كل مليار سنة إلى ما تخلص لفة كاملة على الكرة الأرضية، وخذ لك نقطة من المحيط الهادي، واستمر إلى ما يخلص المحيط الهادي كله ولا يبقى فيه ولا قطرة. وبعدين خذ لك ورقة واحدة بس وحطها في نفس المكان اللي بديت فيه، وعيد مشوارك هذا كله من جديد بسرعة خطوة واحدة كل مليار سنة وقطرة بعد كل دورة على الكرة الأرضية إلى ما يفضل المحيط الهادي، وبعدين حط لك ورقة ثانية فوق الورقة الأولى. الآن أبغاك تعيد هذا كله مرة ثانية إلى ما تكبر كومة الأوراق هذه وتوصل إلى الشمس. إذا وصلت إلى الشمس توقف وتشوف كم مر من الوقت. راح تلاحظ أن المؤقت لا زال نفس ما هو، اللي تغير بس هو أن السبعة اللي كانت هنا صارت ثلاثة. إذا عدنا مشوارنا هذا كله من جديد إلى ما توصل كومة الأوراق إلى الشمس 1000 مرة، راح يكون خلصنا ثلث الوقت بس. شكرا لحسن استماعكم، أتمنى تعلمتوا شيء جديد اليوم. لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وإلى اللقاء في مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.